مش مهم انا شايفه ايه، زي ما بقولك انا في الاخر بعمل دوري، بعمل ولو انا الحكايه عجباني، الورق حلو، مخرج اسمه احب اشتغل معاه، والموضوع انا بالنسبه لي كدور انا شايفه ان انا هقدم فيه حاجه حلوه، اه طبعا اشتغل، لان في الاخر زي ما قلت لك الحكم الاول والاخير هو الجمهور. انا ماليش اني احكم اقول لا ما اشتغلش معاها، لاني ما عنديش اي عداوات شخصيه مع حد، بالعكس انا شخص مسالم جدا ومحبه جدا لكل زمايلي. انا بتكلم في مبادئ او في افكار عامه، لكن زي ما قلت لك تاني ان اهم حاجه يكون الواحد قد الفرصه اللي بياخدها، ومش غلط انه يتحسن. ممكن تكون هي بادئه مش قد كده وجات لها فرصه، اكيد مش هتقول لا وترفضها، بس حسنت من نفسها وده مش غلط، بالعكس ده كويس. فكره ان انت ما عندكيش الشله دي معطلاكي شويه؟ والله مش عارفه، يعني عايزه اقول لك ان فكره الشله دي ساعات بتكون سلاح ذو حدين، يعني ساعات الشله بتفيد جدا، تلاقيهم طول الوقت بيشتغلوا مع بعض وبيشغلوا بعض وبيكرروا المواضيع، وساعات بتبقى العكس، ساعات بتبقى شله اللي شايفك قريب منه مش عارف قيمتك، وبتبقى انت قريب منه جدا بس هو شايف بيدور على الناس التانيين اللي بعيد وما يفكرش فيك غير لما انت تروح تشتغل مع غيره، وغيره يعرف قيمتك ويحطك في مكان صح فيبتدي يشوفك. فهي ملهاش قاعدة قوي، او انا بصدق في كده، يعني انا ماشية في الاخر بنفسي ولوحدي مش بحد خالص. طب ايه الفرصة اللي انت يعني مستنياها او متوقعة ان هي دي اللي لما هتيجي انا كده حققت جزء كبير جدا من طموحي او اللي انا مستنياه؟ انا نفسي احقق حلمي في الغنى، ونفسي يجيلي وقت اقدر اجمع التمثيل مع الغنى مع الاستعراض. مشكلتي انا كمان اني بقالي فتره بمثل يعني في نوعيه معينه من الادوار اخذت حيز كبير من الاعمال الفنيه اللي انا قدمتها، ففي ناس كتير شافتني بشكل هو غير شكلي الحقيقي وغير اللي انا كنت احب اقدمه. بس لان انا بصراحه في الاول يعني اول ما طلعت من برنامج ستار اكاديمي كنت فاكره ان انا هاخد فرصتي في الوسط اكبر من كده بكتير، يعني كنت فاكره اني هتقدر بشكل مختلف عن كده، بس اتفاجئت ان بيبصوا لي بس من الشكل الخارجي وبيحطوني في الحاجات اللي هي قريبه من الشكل السهل كمان، مش اللي فيه تفكير شويه او فيه بعد نظر او فيه رؤيه فنيه. وانا ما كانش في دماغي، كنت بقول لا انا هقدر اثبت نفسي، لا الادوار الشر او كده دي بتبين قدرات الممثل. بس بعد فتره اكتشفت ان في ناس بتصدق لدرجه ان هي بتفتكر ان انت كده، تفتكر ان الشخصيه دي كده. فانا نفسي بعد الوقت ده كله يعني اني اقدر اغير الفكره دي واوري للناس ان انا لا انا بعرف اغني وبعرف ارقص اكتر من نوع رقص بشكل بروفيشنال. فاحب طبعا ان انا تجيلي الفرصه اللي قدم ده بشكل حلو، لان ما بقاش فيه اللي كان ايام شريهان العظيمه ونيلي اللي احنا فرحين جدا طبعا برجوعها، يعني بالمناسبه دي ما بقاش فيه الاعمال الاستعراضيه القويه دي، لان حتى الاعلانات بقت اعمال استعراضيه. فاتمنى بس تجيلي فرصه بتجمع الحاجات اللي انا بعرف اعملها او ازعم اني اعرف اعملها واقدر اقدمها للناس.